بيام صدام التجينا كل الامور حتى نغير الموده، نفصل بطانيه، ها نستحدث موديلات بحيث انه ما تكلفنا. الستر الاجنبيه نشوف العكس مالها جلد، احنا نجي نروح للخياط نقول له هاي قطعه جلد عط لنا اياها من العوز والحاجه. شو نسوي احنا؟ القميص يطلبه جيراني واعطيه غير لون، اخذ مثلا الماروني واعطيه الاسود، يشتري قميص او قميصين يظل بيهن 6 اشهر، بنطروني يغسل واحد ويلبس واحد. كل من يشتري قميص وبنطلون وحذاء ونتبادل بيهن كنا، تيشيرت يتمزق ونخيطه. والله عندي 10 قمصان و10 بناطير، تيشيرتات هواي. فوق ال20 قميص، فوق ال10 بناطير، كل شوية. والله بالاسبوع ما تنزل السوق، حسب فراغي اروح اشتري ملابس. كل ما ينزل موديل جديد، لازم واحد شوية يغير، يبدل ملابسه، يبدل هاي. ما يبقى على نفس الموديلين، الملابس كل اسبوع موديل جديد. مثلا هسه اليوم انا مرة شفت لك كم قميص، كم بنطلون احد. فاحنا الطلاب كشباب كل شهر كل اسبوع ينزل موديل جديد، بعد ناخذ الموديل الجديد.